مرحبا، أنا لقاء عثامنة وبفيديو اليوم رح نحكي عن طريقة وخطوات كتابة personal statement أو بيان شخصي فعال لطلب الالتحاق بالجامعة. برضو رح نشوف مثال على personal statement جاهزة ونحكي كيف بنقدر نكتب واحدة مثلها. تابعوني وخلونا نتعلم سوا. أغلب الجامعات إذا مش كلها بتطلب personal statement أو بيان شخصي من أي شخص بيقدم طلب للالتحاق بالجامعة أو للحصول على منحة. الـ personal statement هو سرد لإنجازاتك، مواهبك، اهتماماتك وأهدافك اللي غالباً ما بتكون مذكورة بطلب الجامعة الـ graduate school application أو بالسيرة الذاتية الـ CV. كتابة بيان شخصي مقنع هو وسيلة ممتازة لتسليط الضوء على المهارات والأهداف الخاصة فيك للجنة اللي رح تراجع طلبك أو تقبلك بالجامعة. البيان الشخصي أو الـ personal statement المكتوب بشكل جيد ممكن يعطيك ميزة تنافسية عن الأشخاص التانيين المقدمين لنفس البرنامج ويساعدك على تأمين القبول. الـ personal statement المطلوبة من الجامعة عادة بتكون صفحة واحدة تقريباً فيها من 4 إلى 6 فقرات، ونفس الـ personal statement بتقدر تقدمها لأكثر من جامعة مع تعديلات بسيطة حسب الحاجة. مرات بعض الجامعات بيكون لهم متطلباتهم الخاصة، فبدك تتأكد من هاي المعلومة قبل ما تبعث لهم الـ personal statement الجاهزة. الـ personal statement اللي بدنا نكتبها بدنا إياها تكون شخصية بتعبر عنا بس بنفس الوقت professional ومهنية، والمعلومات اللي فيها واضحة. أول شيء وقبل ما نبدأ كتابة رح أعطيكم نصائح عامة بدنا نحاول نطبقها لما نكتب الـ personal statement. خلي هاي النصائح ببالك وإنت بتكتب. اكتب بصوتك الخاص، write in your own voice. استخدم كلماتك الخاصة لوصف مؤهلاتك لتكون الـ personal statement شخصية ومختلفة عن غيرها. خلي بيانك الشخصي بسيط، keep it simple. الجمل القصيرة واللغة البسيطة بتضمن إنه بيانك الشخصي يكون واضح ومؤثر. اكتب بلهجة إيجابية، have a positive tone. استخدم اللغة اللي بتظهر حماسك للفرصة وامتنانك للقارئ لأنه حيأخذ طلبك بعين الاعتبار. حاول تستخدم الـ active voice. Use active voice. الـ active voice بيكون عادة مذكور فيه الفاعل، يعني بدنا نعرف مين اللي عمل، درب، طور فيك وهيك. بدك تحكي مثلاً I joined the program to broaden my perspective. This experience transformed my interest. Admission to your program will enable me to broaden my skills or my knowledge. جملك بدها تكون واضحة وتستخدم أفعال قوية بتحدد فيها إنجازاتك مباشرة. وآخر شيء be unique، كون مميز. الـ personal statement اللي بدك تكتبها بدها تكون مميزة وفريدة من نوعها لتجذب القارئ. بدك تذكر شو بيميزك وبيخليك مختلف عن البقية. إذا بتقدر أذكر تفاصيل محددة وأمثلة عن تجاربك الشخصية لتميز بيانك الشخصي. هلأ بدنا نتعلم كيف نكتب personal statement. لنتحكم بكتابة الـ personal statement للجامعة بشكل أفضل بدنا نقسمها لسكشنز ونكتبها بخطوات صغيرة. الـ personal statement عادة تتكون من 3 main sections أو 3 أقسام رئيسية: المقدمة أو الانترودكشن، المحتوى الرئيسي أو البدي، والخلاصة الكونكلوجن. الـ personal statement الجاهزة والنهائية مفروض تحتوي على الانترودكشن بالأول، بعدين البدي، وآخر شيء الكونكلوجن. بس خلال الكتابة مش ضروري نلتزم بهذا الترتيب، وبنقدر نبدأ الكتابة بالسكشن اللي بدنا إياه. على سبيل المثال بعض الطلاب ممكن يفضلوا يكتبوا المحتوى الرئيسي أو البدي أول بعدين يكتبوا المقدمة، لأنه بالنسبة لهم معرفة شو بالضبط مكتوب بالمحتوى الرئيسي ممكن يسهل عليهم كتابة مقدمة أقوى. هلا رح نحكي عن كتابة كل سكشن بالتفصيل لنتأكد أنه كل جملة بالpersonal statement بنكتبها مفيدة وإلها هدف محدد بيخدمنا بالقبول. برضو بنهاية كل سكشن رح أورجيكم مثال على هذا السكشن من personal statement جاهزة ونناقشه.
الخطوة الأولى write a personal introduction. نكتب مقدمة شخصية. اكتب مقدمة بتعكس طموحك وشخصيتك. مفروض المقدمة تحتوي على سبب رغبتك بالدراسة أو الدافع اللي شجعك تكمل دراسة، وإذا عندك أي تجربة سابقة بالعمل أو الدراسة بنفس المجال، وكيف البرنامج اللي مقدم له بيتماشى مع طموحك ورح يساعدك تحققه. عادة مقدمة البروبوزل بتكون فقرة أو تنتين. خلونا نشوف مع بعض مثال على المقدمة من البيرسونال ستيتمنت اللي أنا كتبتها لما قدمت لبرنامج الدكتوراه. مثلا عندنا هاي البيرسونال ستيتمنت مثال، راح تلاحظوا انها صفحة واحدة وانه في كلمات بالازرق. هذا اللي بالازرق انا حاطة على الكلمات او المعلومات اللي خاصة فيي، اللي على الاغلب ما تنطبق عليكم، يعني ايش الماستر اللي انا عملته، ايش الجامعة اللي انا كملت فيها، ايش الابحاث اللي انا عملتها، اشياء زي هيك او المهارات تبعتي. بس باقي الحكي ممكن انكم تقدروا تعيدوا صياغته أو تكتبوا بطريقة تانية أو تستفيدوا منه إذا تخصصكم قريب على تخصصي أو إنكم تحولوا لإشي يناسب تخصصكم. باختصار خلينا نحكي على السريع، أول فقرتين اللي هم الأولى طبعاً ثلاث أسطر والثانية هم الانترودكشن اللي أنا كتبتها. بهاي الانترودكشن أنا عم بحكي بأول ثلاث سطور هدول أنا كاتبة ليه أنا قررت أدرس ماستر، طبعاً هاي للدكتوراه البيرسونال ستيتمنت، بس أنا عم بحكي لهم عن تفكيري أو خطواتي أو دراستي السابقة. فأول ثلاث سطور هدول أنا كاتبة فيهم إنه أنا لاحظت الفرق بين الصيدليات أو المؤسسات اللي بتستخدم كل مصادرها بذكاء يعني، والجهة الثانية اللي أبدا ما بيعرفوا يعملوا مانجمنت للريسورسز اللي عندهم. لما شفت الفرق بينهم قررت إني بدي أدرس ماستر. طيب هدول أول ثلاث سطور باختصار هيك أنا حاكية. بعدين حاكي إنه أنا دخلت برنامج ماستر بUniversity of Houston عشان to broaden my perspective in health administration and to improve my career prospects. فهاي هو السبب اللي أنا قررت من شانه أدرس ماستر. بعدين باختصار على السريع كاتبة إنه during this graduate program I have been actively conducting research بهاي المواضيع، وكاتبة list بالمواضيع اللي أنا عملت فيها research. هذا بالماستر برضو. هلأ اللي مش عامل ماستر بيقدر يكتب أشياء مشابهة بس للبكالوريوس، يعني تكتبوا ليه أنتوا قررتوا تدرسوا مثلا بكالوريوس صيدلي أو بكالوريوس هندسي، أو بتكون تلاقوا لكم سبب خلاكم يعني شدكم لهذا الموضوع غير المعدل طبعا. بس هذا بتكتبوه باختصار. بعدين بتكتبوا انه انتوا ايش استفدتوا من خبرتكم خلال البكالوريوس. على السريع رح نكتب بالتفصيل كمان شوي، بس انا بالمقدمة كتبت هيك باختصار عن خبرتي بالريسيرش والبرنامج اللي درسته، مثلا كان ماجستير بيونيفرسيتي في هيوستن بهذا التخصص. فهاي باختصار المقدمة. بتقدروا انتوا تكتبوا مقدمة بتناسب تخصصكم، بتناسب جامعتكم، بتناسب الاكسبيرينس اللي انتوا عملتوها. هلا رح ننتقل للخطوة الثانية expand on relevant skills, interests and experiences. هلا بدنا نتوسع بالمهارات والاهتمامات والخبرات اللي إلها صلة بالبرنامج اللي مقدمين له. البيان الشخصي أو personal statement هو فرصة لتحكي أكثر عن مهاراتك واهتماماتك وخبراتك اللي إلها علاقة بالتخصص. بدك تحاول تكتب جملة أو جملتين عن كل من التفاصيل التالية: Your achievements and experience، إنجازاتك وخبرتك. اكتب عن شهاداتك أو أي degrees عندك، عن أي certificates أو جوائز awards أخذتها. إذا اشتغلت قبل التقديم للجامعة أذكر عدد سنوات الخبرة وشو بالضبط كان دورك بالوظيفة. Your relevant skills and talents، مهاراتك ومواهبك المتعلقة بالتخصص اللي مقدم له. أذكر المواهب والمهارات اللي تعلمتها خلال الجامعة أو على مسار حياتك المهنية. مثلاً إذا تعلمت تكنيك معين بالجامعة أو أخذت كورسات إحصاء أو لغة أو كتابة أذكرهم. برضو بتقدر تذكر أي مهارات أنت حاب تتعلمها أو تنجزها بالفترة الجاية. What you would bring to the organization، أنت شو رح تضيف على البرنامج؟ أكتب ليه باعتقادك أنت حتكون إضافة مفيدة للفريق أو البرنامج. تقدر تذكر خبرتك أو حرصك على تعلم مهارات محددة مفيدة بمجالك، أو قدرتك على أداء المهام الموكلة إلك على الوقت، أو هدفك بالحصول على دورات أو شهادات بمجال معين مفيد لعمل الفريق.
your professional or academic goals، أهدافك المهنية أو الأكاديمية. اكتب عن كيف هذا البرنامج اللي أنت مقدم له بيتلائم مع طموحك ورح يساعدك تحقق أحلامك للمستقبل. فكر باختيار على الأقل هدف واحد معين البرنامج التعليمي اللي مقدم له رح يساعدك تحققه. إذا كنت خريج جديد أو ما عندك كتير إنجازات بكل هاي النقاط، عادي مش مشكلة. اكتب بس عن النقاط اللي عندك فيها إنجازات وبتقدر تضيفها. التوقعات من طالب خريج جديد بتختلف عن التوقعات من شخص مخلص من سنين وعنده شهادات عليا أو خبرة عمل، فلا تقلقوا كتير بهاي النقطة. خلونا نشوف مع بعض مثال على المحتوى الرئيسي من البيرسونال ستيتمنت اللي أنا كتبتها لما قدمت لبرنامج الدكتوراه. هلا بعد الانترودكشن في عنا هون البدي، طبعا انا عندي اياه 3 paragraphs اللي هو المحتوى الرئيسي. هون انا رح اتوسع بايش انا تعلمت بالتفصيل، ايش الخبرات اللي اخذتها، ايش الكورسات اللي استفدت منها بهاي الفقره الاولى من البدي او المحتوى الرئيسي. زي ما انتم شايفين بالسطر الاول انا عم بحكي انه برنامج، لساتني عم بحكي عن الماستر، انا بتوسع قاعده بايش استفدت من الماستر. طبعا انتم اذا مش عاملين ماستر بدكم تحكوا عن البكالوريوس، وهذا البيرسونال ستيتمنت انا مقدمته للدكتوراه، فبحكي لهم فيه انه دراستي بالماستر خلتني اتاكد انه انا هذا المجال انا عندي يعني طموح فيه، قررت اكمل فيه، خلتني انه انا صرت واضحه الفيوتشر بلانز تبعتي وعارفه انا ايش بدي. بس لما كملت ماستر يعني هاي شعوري تجاه الريسيرش وتبع المجال الاكاديمي كله اتاكدت منه. بعدين أنا بحكي لهم هون إنه أنا كنت أقرأ كتير وتعلمت كتير خلال الماستر، وكاتبت لهم إذا أنتوا شايفين بالأزرق هون المهارات اللي أنا تعلمتها: SAS, Status, Spreadsheet, Word Processing, Presentation، برضو Presentation Packages. بحكي لهم إنه تعلمت بالتكنولوجيا أكتر، جبت معدل 4 من 4 بالماستر. فيعني بدي أذكر مهارات خاصة فيي أنا تفوقت فيها أو كنت شاطرة فيها أو تعلمتها خلال الماستر اللي تشجعهم يأخذوني أو إنها إلها علاقة بالتخصص اللي أنا بدي أدرسه. بعدين بحكي لهم بالفقرة اللي بعدها ليه أنا عجبني برنامجهم، يعني هلأ بدي أوصل برنامجهم تبع الدكتوراه بخبرتي تبعت الماستر. أنا حكيت لهم بالأول كله عن إيش أشياء قوية فيي ممكن تجذبهم، تعلمتها أشياء بالماستر وكيف أنا طموحي ومخططاتي للمستقبل بهذا الموضوع أنا متأكدة منه. هلا الفقرة هاي رح أكتب لهم أو كتبت لهم عن إنه كيف برنامجهم يتلائم أو فيتس مع أهدافي. فحكيت لهم إنه في عندي كتير ريزنز كمان غير برضو غير الموضوع الأكاديمي، إنه الإكسلنت ريبيوتيشن لهذا البرنامج، البروفيسورز اللي عندكم، كاتبت لهم هي هون انه الكلتشر اللي عندكم، الكلتشر دايفرسيتي، انه في عندكم فاميلي فريندلي، مالتي لينجوال، مالتي كلتشرال ستودنت لايف، كل هاي اشياء بتتناسب معي ومع حياتي ومع طموحي ومع مجالاتي اللي بدي يعني اكمل فيها. وهي انا بحكي لهم انه ليه برنامجكم جذبني او انا حبيته وعجبني. والفقرة الثالثة هاي عم بحكي فيها عن أشياء مش أكاديمية بس برضو لها علاقة يعني عني، برضو عم بحكي وإنه كيف أنا حاسة إنه برنامجهم رح يساعدني أوصل للي بدي إياه. فيعني إذا بتنتبهوا هون أنا حاكية إنه أنا عندي يعني من my major interest إني أدرس health behaviors و public health، بس برضو أنا أم لأطفال وبحب أعمل علاقات اجتماعية وبحب أسافر ويعني حابة أكون successful well educated and efficient wife, mother and scholar. فيعني أنا عندي أهداف أخرى خارجية كمان، مش بس إنه أكاديمية، برضو عائلية واجتماعية. وأنا بحكي لهم إنه إذا أنا بدي أساعد حدا فيعني أساعد الناس، if I'm going to help others I need to be qualified to do so I believe that your program will help me reach my goals. فهيك عم بوصل طموحاتي مع برنامجهم. هذا هيك بشكل البدي، هدول الثلاث فقرات هم البدي للبيرسونال ستيتمنت تبعتي. هلا
بدنا نحكي عن الخطوة الثالثة. Write a strong conclusion. بدنا نكتب خلاصة قوية. بدنا نكتب خلاصة أو conclusion قوية بحيث نترك انطباع قوي ودائم على اللجنة اللي بتقيم الطلب في الجامعة. مفروض نكتب بوضوح واختصار ليه قدمنا لهذا التخصص بهاي الجامعة وشو بنتأمل نحقق من هالتجربة. بدنا نقنع اللي بيقرأ إنه يأخذ قرار إيجابي تجاه طلبنا. بدنا نشجعه يراجع باقي أوراقنا الأكاديمية اللي مقدمينها مع الطلب وإن شاء الله يقبل الطلب. خلونا نشوف مع بعض مثال على الكونكلوجن. هلا الكونكلوجن أنا عنديها فقرتين، هدول فقرتين قصار بحكي فيهم إنه أنا الأدميشن للبروجرام تبعهم هو my door to provide change. I need superior education in an excellent setting to be qualified and keep me motivated and ambitious. عم بحكي لهم قديهم برنامجهم يعني مهم بالنسبة إلي، وإنه أنا عشان أرجع على الأردن بشهادة الدكتوراه رح هذا الإشي رح يمكنني إني أغير حياة كتير ناس وأساعد الناس اللي هناك. يعني عم بحكي لهم عن إنه قدي أنا متحمسة إنه أكمل عندهم أو حاسة إنه برنامجهم كتير بيناسبني وبيناسب حياتي وأهدافي المستقبلية. بعدين آخر باراجراف عم بحكي لهم إنه بتمنى إنكم تلاقوا الباكجراوند تبعتي بالريسيرش وبالإديوكيشن مناسبة لبرنامجكم وتقبلوني عندكم، وأنا يعني الأدميشن على البرنامج تبعكم الراقي المنيح هذا المرتب رح يساعدني إني أحصل على بروفيشنال ترينينج. يعني بدكم يعني تحكوا لهم قديه برنامجهم بالنسبة لكم طموح وحلم وقديه قبولكم يعني بهذا البرنامج رح يغير من حياتكم ورح يحسن خبرتكم ويعني قدراتكم. لازم يحسوا انه احنا كثير متعلقين ببرنامجهم، كثير حابين نكمل عندهم، كثير متمنين يقبلونا. هلا الخطوة الرابعة والأخيرة، تصحيح والتعديل بعد كتابة البيرسونال ستيتمنت. بدنا ناخذ وقت لنقرأه مرة تانية ونصححه ونعدله حسب الحاجة. اقرأ البيان الشخصي بصوت عالي لتسمع كيف كتابتك بتنقرأ، وحاول تلاقي أي فرصة لتعديله أو تحسينه. مثلا اتأكد تعمل تدقيق إملائي ونحوي، check the spelling and grammar، قدي المعلومات اللي كاتبها إلها علاقة تخصصك، relevancy، قدي معلوماتك محددة وفيها تفاصيل مهمة، specificity. الactive voice، انتبه انه كتابتك فيها active voice. بدك تصيغ البروبوزل بوضوح، clear phrasing. بدك تستخدم لغة بسيطة وسهلة الفهم، simple and easy to understand language. راجع بيانك الشخصي أكثر من مرة لتتأكد انه مفهوم وواضح، واطلب من صديق أو زميل بتوثق برأيه انه يقرأ لك اياه. خذ الملاحظات اللي بيعطوك اياها بعين الاعتبار وعدل حسب الحاجة. هيك انتو تعلمتوا تكتبوا البيرسونال ستيتمنت. الله يعطيكم العافية وموفقين بالطلب الجامعي والقبول، وشكرا على المتابعة.